عودة لضيفينا لواء محمد نجم والدكتور سعيد صادق. وكنا بنتكلم معاكي دكتور يعني هل الفجر هذه الأزمة يعني أسيلت فيها دماء، هل كان القبلية اللي بنتكلم عنها والخطورة اللي ممكن تكون بتمثلها، ولا هي وبعد كده استغلت من المتآمرين، أم هي من الأساس الشرارة اللي أطلقتها بشكل من الأشكال كانت مؤامرة؟ شوفي، مثل هذه الحوادث بتحدث دائما، يعني استغلالها بقى ده موضوع تاني. الاستغلال السياسي أو اللي ينفذ لك ليها ده محتاج تحقيق. هل هذه الأحداث تمت صناعتها أو اصطناعها، ولا هو حدث بيحصل زي الصقر أو المعارك اللي بتحدث؟ احنا عندنا عنف مجتمعي بصورة معينة حتى قبل الثورة، وبعد الثورة ازداد. يعني دايما قبل الثورة بيبقى فيه سلوك، بعد الثورة بيزداد سلوكيات معينة. هديكي مثل حرق بيوت البهائيين قبل الثورة، بعد الثورة هتلاقي حاجات مشابهة، هجوم على بيوت أقباط لأنهم أقباط، قتل الفتاة اللي اسمها ماري اللي كانت راكبة عربية وهجوم من تجمع كده، حسن شحاتة الشيعي اللي في أبو النمرس الجيزة الهرم، لأول مرة في تاريخ مصر بيتقتل شيعي لأنه شيعي. يعني طبعا كان في خطاب تحريضي وأدى إلى كده. هذه في المقابل يا دكتور في بيتقال يعني من فريق تاني ان الاحداث دي كانت بتحصل قبل كده، الفتن اللي كانت بتحصل برضو بسبب القبليه، فتاه تتعاكس تقوم الدنيا ما تقعدش، ويبتدي يبقى في دماء بين اسرتين. يعني حصل قبل كده شبهه تاموريه، ما ده اللي انا بقوله. هل احنا عندنا، انا اقصد هل احنا عندنا المره دي ادله دامغه ان في عناصر متورطه، ولا دي حتى الان لا تعد كونها اكتمال؟ ما انا هوصلك للحته ديت. فانا عندي قبل الثوره مثل هذه الظواهر، وبعد الثوره مثل هذه الظواهر. يعني ممكن حتى تلاقي في الاعياد قبل الثوره تلاقي 50 70 واحد يهجموا على فتاه ماشيه غلبانه في العيد، التحوش بيها هجوم جماعي. ظاهره العنف اللي هو جمهور عدواني بيهجم على حد معين لسبب الدين، المذهب، الانتماء القبلي موجوده، واخد بالك؟ بعد الثوره ابتدت هذه الحاجات دي برضك يعني تزداد. بس انت دلوقتي لما تضعي موضوع اسوان لازم تضعيه في اطار الوضع البلد كلها. الاهتمام العالمي ليه بالاعلامي بالموضوع؟ ليه اثار؟ لان اولا كان عندك دايما كلام على موضوع النوبه، هيستقل ولا ما يستقلوش، سينا تستقل ولا مستقل، دولة قبطية، فعندك مخاوف وإعلام وتكهنات كتيرة. عندك أيضا أنت في حالة حرب، ولسه الحكومة المصرية ومؤسساتها والشعب المصري للأسف لا يدركوا أنهم في حالة حرب. احنا في حالة حرب، ما هياش زي الحروب التقليدية اللي يبقى في جيش لابس احمر وجيش لابس اصفر ويضربوا بعض. دلوقتي عندك ناس بتستغل اوضاعك وبينفذ لك منها ويعمل لك مشاكل. في دول مخصصة لك محطات للتحريض وعمل وتشجيع وحماية ودعم الارهاب اللي عندك، واخد بالك؟ لكن الناس لسه لا تدرك، النخب اللي عندك لم تدرك ان كان في خطه لتدمير العمليه التعليميه في الجامعات منذ بدايه السنه الدراسيه، ولم يدركوا هذا الا مؤخرا. انا مش عايز اقطع حضرتك لما تقول الناس لم تدرك، الناس ده لفظ عام. مين اللي النخب؟ انا بتكلم عن النخب. النخب برضه ولا من بيده القرار اللي بيصنع القرار؟ ما هي النخب الحاكمه، ما هو النخب الاداريه والسياسيه لم تدرك ان احنا في حاله حرب، واعلاميا لم ندرك ان احنا في حاله حرب ونتصرف على هذا. لما حدثت موضوع اسوان، لو احنا ما كناش في الثوره، ولو ما لو الحكايه دي حصلت قبل الثوره كنت هقول لك حدث عادي زي، انما لان ملابسات هذه الحادثه جاءت بعد ما كان المرشح الرئاسي السيسي كان هناك، وأيضا بعد زيارة تميم إلى السودان،
وايضا بعد ما كله بحاسس ان الاخوان ابتدوا يسقطوا دوليا وحتى في القاهره التضييق عليهم بقى يزداد، ففي تكهنات ذهبت ان ربما هم بينقلوا لساحه المعركه الى هذه المنطقه. عظيم. احنا لا يوجد ادله على هذا حتى هذه اللحظه، مجرد شواهد، لكن انت محتاج تحقيق. هل الجرافيتي اللي اترسم نفس الايد ونفس الشخص، ومين هو هذا، وهل هو عمل كده، هل هم حد درس العقليه القبليه؟ وفي دراسات كتيره عن الحروب القبائل. برضو الاسئله دي برضو اسئله جيده. انت حضرتك مع وضع كل هذه المخاطر في اعتبارك، لكن برضو مش قادر تؤكد انها مؤامره، لكن سات اللي هو في مداخلته البسيطه المبدئيه قطع بشكل جازم يعني انها مؤامره. انا بنسبه كبيره طبعا. فهنا هنا دكتور سعيد بس بيسال على ايه الدليل انها مؤامره؟ يعني هو لسه ما فيش دليل دامغ، لكن هي كلها مجرد النهارده معلومات لما تيجي تحطها جنب بعض هتلاقي الامور تشير الى المؤامره. اجماع الصحف الامريكيه امبارح على ان دي الحادثه بتاعت اسوان دي تمثل عدم استقرار في مصر، يعني التنسيق ده. نمره اثنين، عقب الواقعه تحصل عقب تأييد النوبيين لترشيح المشير السيسي. نمره ثلاثه، اجهزه الامن بتحقق الان مع مدرس اللي هو بدا الشراره بتاعت كتابه العبارات اللي يعني بالظبط كده، وبيتم التحقيق معه الان، ويمكن يعلن عن الكلام ده في فتره. طب ما برضه ست اللي هو حتى لو سلمنا بدون البحث عن الادله او البراهين انها مؤامره، العلاقات الدوليه حتى في مجملها ما هي مجموعه من المؤامرات، يعني هي مش علاقات لوجه الله سبحانه وتعالى. طبعا. او ناس يعني بتسعى في الخير. احنا بنحلل، لكن اشاره الدكتور سعيد اشاره مهمه جدا، انه صانع القرار هنا مش عايز ياخد خطوات تؤشر على ان فعلا دي مؤامره، هو عارف انها مؤامره ومع ذلك مستمتع بانها مؤامره. لا، صانع القرار تحرك عندما حس. هو الموضوع، انت عارف الموضوع طبعا بدا امتى؟ الموضوع بدا من يوم 2/4 بمشاجره ما بين طلبه من هنا وطلبه من هنا. نتيجة الكلام اللي كتب على قعدوا مع بعض في قعدة صلح يوم 4. أنا هقطعك حصلت معلش المشكلة. لا أنا هقطعك، ما أنا هقطعك بس مقاطعة بسيطة جدا. هو مش المقصود بيه الحدث ده، أنا ما بتكلمش على اتخاذ قرار بالحدث ده تفصيلا، لكن أنا بتكلم في مجمل سياق الأحداث. الدولة ما خدتش إجراءات حقيقية في مواجهة الإرهاب، عنف للطلاب في الجامعات، وما اتحركتش برضه بفكرة تفعيل قانون مكافحة الإرهاب. خلينا نتكلم، احنا دلوقتي بنحلل الواقعة ديت ولا بنحلل الموقف كله؟ انا بسال حضرتك. يعني خلينا بس في ايه، انا بسال حضرتك، في انه الدوله لم تتخذ. وانا على فكره في بدايه حديثي قلت لك ان لا، ما اقدرش ابعد هذا الحدث عن السيناريو العام او المشهد العام او المشهد في مصر بصفه عامه. قلت لك ده جزء من السيناريو بعد الجامعات والمظاهرات ويوم الجمعه واظهار الدوله في حاله ضعف وانهاك اجهزه الامن عشان ما تقدرش تكمل لغايه الاخر. فبدا انقل بقى للصعيد. على ذكر انهاء اجهزه الامن سيادتك، انهاك اجهزه الامن. في بيقولوا هو الامن هيلاحق على ايه ولا ايه اللي بيحصل في الجامعات، اللي بيحصل في جامعه الازهر وجامعه القاهره ما ده مقصود، والابوات الناسفه اللي بتتزرع هنا وهناك. لكن في اصوات تانية بتحمل الداخليه جانب من المسؤوليه في اللي بيحصل في اسوان، بتقول فين الامن الوقائي أو الإجراءات الأمنية الاستباقية المفروض تتعمل؟ هل إحنا مش عارفين إن منطقة أسوان منطقة حيوية جدا، المحطة الأولى لتهريب السلاح لمصر من أفريقيا؟ موضوع السلاح على فكرة، موضوع السلاح إحنا هنتكلم فيه، كلام عن دولة داخل الدولة وتبقى عاصمتها أسوان، ما كل الكلام ده كان معروف قبل اللي حصل في الفترة الأيام الأخيرة. أنا مش كل طلبة هيتخانقوا في مدرسة هروح أعمل لها قصة. الموضوع لما بدأ بخناقة ما بين طلبة في المدارس، لما حست اجهزه الامن، وبعدين الموضوع بعديها تاني بعدها بيومين لما الموضوع كبر شويه قعدوا في جلسه عرفيه يحلوا. فالشرطه هناك في ثقافه انا لازم اراعيها في ثقافه احنا طبعا مع اعتراض الدكتور على الثقافه القبليه، لكن احنا قدام امر واقع ولا بد ان نتعامل مع الواقع. الشرطه دائما بتخلي في ثقافه القبائل ومنطقة الصعيد بالذات ان العرف بياخد مجراه في هذا الموضوع في الاول، اذا فشل العرف خلاص بتتدخل الدولة. الجلسة العرفية الموضوع ده حصل يوم 2/4، الجلسة العرفية حصلت يوم 4، اختلفوا وبدأ المشكلة
من يوم 4 بالليل. أدركت الدولة إن الموضوع مش مجرد خناقة طلبة، تحرك رئيس الوزراء وتحرك وزير الداخلية وتحركت القوات المسلحة وتحركت الأجهزة الأمنية لوقت الفتنة. وجود السلاح الموجود كتير هو اللي زود عدد الضحايا. القصة مش قصة النهاردة بقى الطار، النهاردة حتى في الصعيد يعني دايما ما يبقاش بيبقى فيه يعني توافق حتى في العدد، لما يموت من هنا 5 يموت من هنا 5. المرة دي العملية مش وده اللي بيصعب المسألة، وده اللي بيخليني ان انا بقول ايه، هذا الموضوع اشم رائحة المؤامرة فيه. ده يمكن انا قلت اكتر من حاجة بتقول ان ده مؤامرة وتدخل فيها طيب الاخوان يعني بالتحديد عشان ما نبقى يبقى كده لازم نرجع لك تاني. يبقى لازم نرجع لحضرتك تاني ادام انت بشكل قاطع وواضح عندك المعلومه دي. يعني لكن هنا دكتور سعيد، من له مصلحه؟ انا بقول من له مصلحه في اللي بيحصل؟ الاخوان بالتنسيق مع قطر وتركيا وامريكا. هنرجع لك ان شاء الله سكر مؤامرة على مصر. ولكن هنا في سؤال، واثرت موضوع النوبه كمان في يعني موضوع النوبه ده كمان اثرته في الوقت ده. ده اكيد هنرجع لك فيها بشيء من التفصيل يا سياده الوزير. هو يعني سؤال ما دام عدانا كتير قوي كده، طب احنا يعني بنعمل ايه؟ يعني لازم برضو امرنا لله. ولكن هنا سؤال مهم جدا لازم نواجهه دكتور سعيد. هل سياده القبيله بتنازع سياده الدوله في هذه المشكله؟ يعني نبص الموضوع بشكل بانورامي او اعلى شويه، هل الولاء للقبيله بيسبق الولاء للدوله؟ شوف الرئيس موي في كينيا كان بيقول ان القبليه هي سرطان. مشكلة القبلية في العالم العربي بصورة عامة انخفضت. احنا في مصر يمكن 1%، بنتكلم على 107 قبيلة في مناطق معينة، شمال سيناء بالصحراء الغربية ناحية ولاد علي، الجنوب في الصعيد مناطق معينة. مشكلة ان الثقافة القبلية منتشرة جدا، انت ما بتطبقش المدنية الحديثة والقوانين الحديثة، بتتعايش مع التنظيمات اللي هي اجتماعية متخلفة. انت في القرن 21 القرن 22 المفروض تطبق قوانين الدولة، لكن بنضطر ايه نتعايش مع القضاء العرفي، نقبل انواع عديدة جدا، لانك انت كان عندك من البداية مشكلة نخبك السياسية لم تحدث هذا المجتمع، محدش اهتم انه يطور المجتمع المصري وينهي موضوع القبائل والعشائر والاسر الاقطاعية اللي عندها اسلحة وليها نفوذ وبتتحالف معها في الانتخابات علشان تنجح، ومش عايز توجع دماغك من المشاكل الاجتماعية اللي موجودة. الدولة او النخب السياسية القوية اللي لها شرعية وشعبية تصطدم مع التخلف الاجتماعي. النخب التي تفتقد الشعبية والشرعية تتعايش مع التخلف وتعيد إنتاجه وتتسامح معه. حضرتك قلت التخلف كذا مرة يا دكتور سعيد، بس يعني أنا برضو عايز ألفت النظر لحاجة ممكن تكون بتخلي الموضوع أكثر صعوبة، إن للأسف المعتقدات دي والقبلية اللي حضرتك بتتكلم عنها ما بقتش متصلة بالجهل، بمعنى ان في كتير بيعتنقوا هذه القبليه وممكن ينسوا كل اللي اتعلموه وكل الثقافه اللي استقوها على مدار سنوات ويخضعوا ليها ويبقوا فريسه ليها، وممكن يرتكبوا اعمال عنف واعمال اجراميه. في من الناس دي في ناس متعلمه وفي ناس مثقفه، في دكاتره وفي مهندسين وفي غيرها، لكن عندما ياتي الامر الى ثار او اخذ حق القبيله اللي بينتمي اليها بتذوب كل يعني هذه التراكمات التعليميه. ما هو ده اللي عملته، كشفت البدائيه في المجتمع عندنا سطحيه في الحضاره، انما من جوه قبليه. انت بتختار بنعمل، بنقول حضرتك بتقولي متعلمين، لكن وقت الجد بيسقط التعليم ويظهر القبليه. فطبعا فين لما تلاقي هل الجامعات اللي عملناها في الصعيد ارتفعت بمستوى المجتمع الصعيدي إلى مستوى الجامعة، ولا نزلت بالجامعة إلى مستوى الأوضاع القبلية؟ لما تلاقي بعض أساتذة الجامعات بيحتفلوا بيروحوا في وسط الجامعة يضربوا نار في الهواء احتفالا بأسبوع ولا بجوازة ولا بتاع، هل هنا الجامعة ارتقت بمستوى المجتمع ولا أعادت إنتاج العادات والتقاليد اللي في المجتمع؟ ماذا فعلت الجامعات الصعيد بالعادة الطار اللي انتوا دلوقتي بتتكلموا عليها؟ أيوة دول قتلوا 10 ودول قتلوا 5، يلا نكمل عشان نبقى متساويين.
توازن الـ 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 الموجود. طيب هل هذا مجتمع حديث أم مجتمع متخلف؟ طب ده برضو بيرجعني للنقطة اللي أثرتها مع حضرتك، هل صوت القبيلة أعلى من صوت الدولة أو الدولة ضعيفة قدام القبيلة؟ الدولة ضعيفة، أو بمعنى آخر الدولة ضعيفة. القبيلة بتوفر لأبنائها ما لا تستطيع الدولة أن توفره لهم؟ شوف الموضوع هياخد وقت طويل، يعني أنا ما أقدرش أطلب من